عليها ولعبوا عليها في الاربع سنين في وقت مواجهه الاهلي والترجي اللي كانت قبل كده. علاقه الاهلي والترجي وتسخين الاجواء وتروح هناك الاجواء في رادس وتيجي هنا في مصر. شفت استقبال رئيس نادي الترجي؟ ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل. البيانات اللي بتخرج من المركز الاعلامي من الترجي ومن الاهلي بتنم علاقات طيبه ما بين مصر وتونس ما بين الاهلي والترجي. هي في الاخر مباراه 90 دقيقه، نتمنى يا رب فيها التوفيق للاعبي النادي الاهلي. بالظبط يا استاذ، زي ما قلت كده العلاقه اللي بين الترجي والنادي الاهلي ناديين كبار جدا لهم تاريخ وباع في الكره الافريقيه. فالعلاقه طول عمرها علاقه حميمه، وده كان واضح طبعا من الرسائل اللي جات لنا من تونس ان لقاء كابتن محمود الخطيب برئيس نادي الترجي وتكريمه لبعثه النادي الاهلي طبعا ممثله في الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ده بياكد لك ان طول عمر الشعب التونسي عنده ثقافه، طول عمر الانديه التونسيه عندها وعي بشكل كبير جدا، فعارفه قيمه النادي الاهلي، عارفه بتتعامل مع مين، مع اكبر نادي موجود في افريقيا، نادي القرن، اكتر نادي حصل على بطولات، نادي بينافس ريال مدريد في بطولاته. فده بياكد لك ان لازم طبعا يحترم ويحترم بهذا الشكل اللي احنا شفناه، وده اقل تقدير يعني بصراحه لبعثه النادي الاهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب وطبعا وجهازه الفني والجماهير المصريه طبعا اللي جت من كل مكان واللي موجوده في تونس. لكن عايز اقول لك يا اسامه، يعني النادي الاهلي ده عظيم بصراحه. ليه بقى؟ لان موضوع التدوير اللي اتكلم عليه الكابتن عادل بالنسبه لجاهزيه الفرقه ده موضوع صعب جدا. يعني لما الترجي يا كابتن عادل يا كابتن اسامه حاول يعمله خسر مباراتين. لما نادي الزمالك حاول يعمل التدوير ده خسر مباراه. فهو النادي الاهلي بس الوحيد اللي يقدر يعمل التدوير ده طبعا الاسلوب الفني اللي اتكلم عليه الكابتن عادل في الاربع مباريات حتى المباراه الافريقيه. هو ده قيمه النادي الاهلي. محدش يقدر يعمل التدوير ده يا كابتن عادل في منتهى الصعوبه اسامه، في 11 يوم تلعب اربع مباريات وقبليهم مباراتين بطل افريقيا مازيمبي في منتهى الصعوبه وقدرك يعني بصراحه غيابات مهمه وغيابات واصابات وكل ده. انت ما شاء الله يعني فعلا تدوير وتركيز مستر كولر وجهازه الفني ورجل بتاع الاحمال، ازاي ده يلعب 20 دقيقه، ازاي ده يلعب ثلث ساعه، ازاي تنظيم على اعلى مستوى ما حدش يقدر يعمله يا جماعه الا بقيمه النادي الاهلي. عارف يا كابتن ميلاد بدون اقطع حديثك، ماتش مازيمبي ده السفريه والملعب وكل الاجواء بتاعته والجو الحر والرطوبه صعب جدا يا كابتن. طيب خلينا نكمل النقطه. طيب خلاص اتفضل يا كابتن. فعايز اقول لك يا اسامه ان فعلا النادي الاهلي ده عظيم، والنادي الاهلي ده قيمه وقامه، والنادي الاهلي ده محتاج فعلا حلقات وحلقات عشان نقدر نديله قيمته. مباراتنا مع الترجي مباراه صعبه فنيا. مستر كولر قدر خلال الاربع مباريات بتوع الدوري ان هو الحمد لله ياخد العلامه الكامله، يقدر يدور اللعيبه، يقدر يحط في ذهنه طبعا ثبات التشكيل يهمه جدا جدا في هذه المباراه. لان ثبات التشكيل، عوده المصابين، اللعيبه اللي عندها خبرات، اللعيبه المؤثره، اكيد مستر كولر طبعا محضر لهذه المباراه. 50-50 المباراه الاولى موجوده تحت ضغط جماهيري، لكن احنا قادرين بخبره النادي الاهلي ان شاء الله نعود بنتيجه ايجابيه باذن الله في هذه المباراه. تمام استاذ جمال، الصحافه والاعلام ليهم دور مهم جدا خلال الفتره دي. النهارده هنقول الزمالك بيلعب في نهائي الكونفدراليه، الاهلي بيلعب في نهائي دوري الابطال. الدعم والمسانده من خلال الاعلام المقروء والمرئي، من خلال الصحافه المكتوبه، مهمه جدا، والرساله بتوصل للعيبه. أكيد. هو طبعا الدعم ده شيء طب هسمع الإجابة. خلينا نروح الأول لزميلنا نروح لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي علشان يطمنا على